السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة تكنولوجي. النهاردة معانا فيديو جديد جميل وسهل وبسيط جدا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة معانا فيديو هنعرف فيه ازاي نعرف سرعة الانترنت بتاعتنا، ازاي نقيس سرعة الانترنت الخاصة بنا. اول حاجة هنروح للموقع ده، الموقع ده هسيب لكم الرابط، رابط الموقع اسفل الفيديو، تقدر تخش وتشوف سرعة الانترنت بتاعتك. اول ما تفتح الرابط هيفتح لك الواجهة اللي قدامنا دي كده، نبدأ نقول جو، واول ما تدوس على كلمة جو هيبدأ هو يحسب لك سرعة الداونلود بتاعتك والابلود وسرعة الانترنت عموما. هنا هيبدأ يحسب سرعة الانترنت زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هيبدأ يحسب لك سرعة الانترنت. هنا مكان فودافون ايجيبت الكايرو وي انترنت، دي سرعة الانترنت بتاعتي خاصة بيا. وده كان شرحنا النهاردة، قلت اعرضه عليكم، يعني موضوع سهل وبسيط، في ناس ممكن تعرفه وناس لا، بس ادينا قلناه. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتتابع كل جديد، وان شاء الله في فيديوهات جميلة هتنزل على القناة وهتفيدكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.